لقيه احد مشركي مكه واسمه
ابن الدغنة أو ابن الدغنة، رجل مشرك، وقال له مثلك يا أبا بكر لا يخرج. الرجل المشرك قال له مثلك لا يخرج، رفع الرجل، مثلك يا أبا بكر لا يخرج. وعاد إلى مكة في جواره، في جوار ابن الدغنة أو ابن الدغنة، بعد أن أعمل ذلك في قريش. معنى في الجوار يعني في الحماية، فلان في جواري، كانت العرب يعني تحمي الجوار وتعترف به، يقول فلان في جواري، خلاص ما حدش يكلمه. فابن الدغنة رجل مشرك، ورجع سيدنا أبو بكر من طريقه إلى الحبشة إلى مكة في جوار ابن الدغنة، وأخذ سيدنا أبو بكر يعبد ربه في مسجد بفناء داره يصلي ويقرأ القرآن، حتى أرعم الكفار ابن الدغنة على منع أبي بكر من قراءة القرآن حتى لا يفتتن به الناس. فرد أبو بكر عليه جواره ورضي بجوار الله تعالى. كل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك وأقره عليه. لأن المشركين كانوا يتسمعون لقراءة سيدنا أبو بكر الصديق وهو يصلي في بيته، وكان رجلا رقيق القلب، حينما يقرأ القرآن يؤثر في من يسمعه، فكانوا يتسمعون وهو يقرأ بالليل. فكان الكفار يتفقون على أن لا يذهب أحد إلى دار أبي بكر يسمع القرآن أو يتسمع، يتفقون ثم يرجعون ويسمعون، كل واحد يروح من طريق أخرى ويجتمع عند دار سيدنا أبو بكر يسمع القرآن. لغاية ما راح ابن الدغنة قالوا له إيه؟ خليه يقرأ بس ما يقرأش بصوت مرتفع عشان ما حدش يسمع، ما يقولش حاجة غير كده، لأن الكثيرين هم إيه؟ نسوا القرآن، نسوا سماع القرآن. يتفقون ثم يرجعون. فقالوا إيه؟ خلاص أمروا ابن الدغنة أن يأمره بخفض صوته. رد عليه جواره وقال رضيت بجوار الله تعالى، لأن الجوار معناه الحماية. هذا دليل برضه على الاستعانة بغير المشرك لمصلحة المشروع. الدليل الثالث لما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف وأراد دخول مكة، قال له زيد بن حارثة مولاه الله كيف تدخل عليهم وهم قد أخرجوك؟ لأنه خرج من مكة إلى الطائف. فطلب الجوار من الأخنس ابن شريح ومن سهيل بن عمرو تمتنع، لأن الأخنس بن شريح كان حليفا والحليف لا يجيب، يعني زي ما نقول ليس منهم، يعني ليس من قريش، فغير القرشي ما يجيبش على القرشي، ما ينفعش، يقول انا ما انكرش ان انا حليف، يعني زي المولى كده ما يقدرش يجيب طبعا على اسيابه. وسهيل بن عمرو يعني كان من قبيله يعني بعيده عن بني عبد مناف، لا يستطيع ايه
أن يجير عليه فامتنع. ورضي المطعم ابن عدي أن يجير، يعني أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم ابن عدي إلى أن لا يعتبر يعني أولاد عمومة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم له هذا الجميل للمطعم على الرغم من أنه مشرك، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينسى إيه؟ لم ينسى معروفه. وذكر ابن الجوزي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمشركين: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، كان يقول ذلك من الإيواء والحماية والدفاع، من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي. يقول ذلك مكة علشان كان شدة الإيذاء في 13 سنة اللي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع على جواز الاستعانة بغير المسلم: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة دليلا مشركا، وهو عبد الله بن أريق، كان خبيرا بالطريق طرق الجبال من مكة إلى المدينة. قال: ولم يعرف له الإسلام حتى مات. عبد الله بن أريق ما يدل على انه اسلم، لكنه رغم انه مشرك لكن استأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلاله على الطريق، ولم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان العرب كانت تكره الخيانه والكذب. يعني اذا استأمنهم احد كانوا أمناء ولا يكسبون. ولذلك قال رسول الله لما علم خصائم استأجر هذا الدليل المشرك، لذلك سلك به المسالك التي لا تعرفها قريش. دي من خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خطها لنفسه حين هاجر، يعني لم يمنعه انه مشرك، لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ هذا المشرك دليلا على السفر في الجبال. ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على ام سلمه هجرتها وحدها من مكة إلى المدينة في حماية عثمان بن طلحة وكان على الشرك، وقد أثنت أم سلمة على أمانته وحسن صحبته، يعني قالت: ما رأيت أي يعني أمينا مثله، وما رأيت رجلا أحسن صحبة منه. على السيدة إيه؟ أم سلمة رضي الله عنها. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كتب مع اليهود كتابا تحالف فيه على حماية المدينة من أي عدو يغيب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا مع اليهود يتفق معهم على حماية المدينة المنورة من أي عدو يمر عليهم، وعلى التعاون على المصلحة العامة. وظل محترما صلى الله عليه وسلم هذا التحالف حتى نقضه اليهود لعنهم الله.
فده يعتبر استعانة برضه بغير المسلم، يعني للمصلحة العامة على حماية المدينة. ووافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على دخول خزاعة معه في الحلف الذي أبرمه مع قريش عام الحديبية. وكانت خزاعة على شكها، ودخلت بكر قبيلة بكر في حلف قريش، يعني انضمت إلى قريش، وخزاعة انضمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من شروط صلح الحديبية أنه يعني من أراد أن يتحالف مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فليتحالف، من أراد أن يتحالف مع قريش فليتحالف. فدخلت قبيلة خزاعة رغم أنها مشرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، وبكر دخلت مع قريش. فانتهزت بكر فرصة الصلح وغارت على خزاعة فقتلت منه حوالي 20 رجلا، فكان ذلك سببا في فتح مكة. ومين اللي نقض الصلح؟ قريش وأحلافهم اللي هم بينهم مكة. شوف يعني الصحابة كانوا كارهين بشروط الصلح، لكن شوف وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم من فاللي نقض الصلح بكر الذين انضموا إلى قريش. وإيه يعني هم آدم المشركين نسلموا وهم خزاعة وقتلوا منهم 20 رجلا، لأنه كان بينهما إيه يعني خلافات في الجاهلية، فانتهزوا الفرصة، فكان سبب في نقض إيه شروط الصلح الحديبية. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم جهز الغزو لفتح مكة، لأن هم اللي نقضوا إيه الصلح. فسلط رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسرة خزاعة لأنها تبعه، وكان فتح مكة نتيجة لذلك بسبب سماه من النجم. وفي غزوة أحد خرج رجل يقال له قسمان وهو مشرك، فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين، ثلاثة حملة لواء. من اللي قتلهم؟ قتلهم عثمان المشرك الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. سبحان الله، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ده سبب ورود الحديث، يعني إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لأن عثمان خرج مع جيش المسلمين في أحد وقتل ثلاثة من القوات الذين كانوا يحملون لواء قريش. يعني المشرك هو الذي قتل المشركين، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان الله لا يعين هذا الدين بالرجل الفاجر. كل هذه ادله على جواز استعانه المسلمين بغير المسلمين في الحرب او على تحقيق اي مصلحه مشروعه. الدليل الثامن استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود بني قينقاع ورخص لهم من الغنيمة، قال والرخص جزء من
من الغنيمة لا يساوي السهم المقرر للمجاهدين. يعني الرسخ لازم يكون ايه؟ جزء من السهم. جزء من السهم يعطى لمن شارك في الحرب. قال الإمام النووي في شرح مسلم: أخذ طائفة من العلماء بحديث عدم الاستعانة على إطلاقه. لو إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. وأخذ الإمام الشافعي وآخرون بحديث صفوان، أي جواز الاستعانة به أي المشرك إن كان حسن الرأي مع الحاجة إليه، وإلا فيكره. وإن أذن له وحضر يأخذ من الغنيمة بالإسهام عند الجمهور، يعني يأخذ سهما كسهم المجاهدين، وعند الإمام مالك يأخذ بالرضخ، يعني يأخذ بأقل من السهم، يعني يأخذ شيئا قليلا أو كثيرا على حسب ما يعطيه الفائض. لكن عند الجمهور قالوا إيه؟ يعطى كالمجاهد، خاصة إذا كان حسن الرأي ويحتاج إلى رأي ويشارك مع المسلمين في الحرب، يبقى يعطى سهما كسائر أفراد الجيش. وإحنا عند الملكين قالوا يعطى إيه؟ يعطى بالرضخ، يعني ما يراه القائد المسلم، يعني يقلل له عن السهم حتى لا يساوي المسلم. الدليل التاسع: من استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلحة صفوان بن أمية وكان مشركا حين خرج من مكة لغزو هوازن في حنين سنة 8 من الهجرة، كما ذكره العيني في شرح البخاري، وجاء فيه أنه خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم 80 من مشركي مكة، بل أكثر من ذلك، يطمعون في الغنائم، يعني يقاتلون للغنيمة. فكل ما صار استعان بهم، يعني أخذ 80 رجلا منهم، وصفوان بن أمية أعطاهم أسلحة من عنده ليقاتلوا في حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم طبعا لم يخرجوا للجنة يقتل على سبيل الشهيدة، إنما هو خرج يطلع في الغنيمة. لكن كل ما وصلنا يرضى بهم أن يدخلوا معه في الجيش، فهذا دليل على جواز الاستعانة بغير المشرك على المشرك. الاستعانة بالمشرك على غير إيه؟ على غير المشرك. المشرك على المشرك. أو بغير المسلمين على المشركين. وإلى ذلك ما كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعان الخلفاء الراشدون ومن بعدهم بغير المسلمين فيما يحتاجون إليه، فيما يحتاجون إليه، يعني لم يوجد مثلا في المسلمين شيء ما، يعني خاصية من الخاصيات أو أي شيء من الأشياء التي يتقنها المشركون أو الكفار، فيجوز أن نستعين بهم لأجل المصلحة، لأجل المصلحة كخبرة مثلا،
خبير بشيء ما. بس بشرط طبعا ايه؟ الامن وعدم الخيانه. اما لو جرب عليه انه غير امين وانه خائن فلا يجوز ايه؟ اتخاذه. فاستعان الخلفاء الراشدون ومن بعدهم بغير المسلمين فيما يحتاجون اليه، وبخاصة في التنظيمات الجديدة كالدواوين والإدارات، يعني التي كانت منتشرة في بلاد الفرس والروم. طبعا لا شك أنهم كانوا خبراء في ذلك. طبعا في الفتوحات يعني جاءوا إلى أرض الجزيرة العربية، فكان الصحابة يستعينون بهم في الدواوين وفي الإذاعات. وإذا كان هناك نهي عن موالاة غير المسلمين وعن اتخاذ بطانة منهم كما قال القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في الفساد والإفساد بينكم، لا يقصرون في الإيه؟ في الفساد فيما بينكم. ودوا ما عنتم، يعني يتمنون وقوعكم في المشقة، قد بدت البغضاء من أفواههم وتخفي صدورهم أكبر. إذا كان هناك نهي كالآية التي قلناها عن موالاة غير المسلمين وعن اتخاذ البطالة منهم فذلك فيما يضر المسلمين. يعني إذا علمنا أن الكافر لو استعنا به ضر المسلمين يبقى لا يجوز اتخاذه بطالة، يعني شريكا في إدارة أمور المسلمين. مع اتخاذ الحيطة والحذر. ومع جعل القيادة والرياسة في يد المسلمين. دائما رئاسة الإدارة والقيادة العليا لا تكون إلا للمسلم، لأن هذا هو الوضع الطبيعي بين المستعين والمستعان به، فالمستعين هو الرئيس والمستعان به هو الرئيس. يعني حتى يعني لا نقع تحت قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلو جعلناه رئيسا للمسلمين أو مسؤولا عنهم أو منظما لهم يبقى كده إيه؟ جعلنا له علينا سبيلا وخلفنا له. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال لكن يعكر على جواز الاستعانة بغير المسلمين في الحرب وغيرها ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي تبعه عند خروجه من المدينة إلى بدر: ارجع فلن نستعين بمشرك. خلي بالك من الكلام. ثم تبعه المشرك فقال له: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: انطلق. يعني تعالى. خلي بالك ده حديث في صحيح مسلم. في رواية الإمام أحمد: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. طبعا أجاب العلماء
عن هذا الحديث بروايات بأنه منسوخ. عندما في بدر كان في بدر منسوخ بالحوادث التي جاءت بعده في الاستعاذة به. لأنه في أحد وفي حنين لا تبعد لا الهجرة دي كانت في الأول دي كانت في أول الإسلام مكة. لكن الحديث ده في بدر الحديث ده في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. لكن هو منسوخ بما بعده يعني استعان في أحد وفي حنين وهما بعد ذلك يعني منسوخ خلاص. يعني كل رأس يقول شيئا ثم يعمل غيره دليل على النسخ خلاص. قال وهو الراجح. قالوا راى جماعة انه يعني يعمل بالرأيين يعني قال محل جواز الاستعانة هو عند الحاجة او الضرورة. يعني اذا كانت حاجة او ضرورة زي ما قلنا خبرة مش موجودة في المسلمين فيجوز ان يستعان بغير المسلمين. يعني دي ضرورة والضرورة تقدر بقدرها والضرورات تبيح المحظورة كما قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في بدر محتاجا إلى من يساعده لأن خروجه لم يكن للحرب إنما خرجوا لأخذ القافلة، قافلة أبي سفيان عشان يقطعوا لها الطريق. مفيش حرب. قال دخلنا رسول الله ارجع فلن نستعين بمشرك. ولذلك أخذ معه نحو 300 صحابي أو يزيدون ولو كان يريد الحرب لأخذ كثيرا من آلاف المسلمين الذين تركهم. ومن هنا نعلم أن استعانة الفرد المسلم أو الجماعة المسلمة بغير المسلم للدفاع عنه لا مانع منها خاصة عند إيه؟ عند الضرورات وعند الحاجة. والخلاف في الاستعانة في الحرب بالمشركين إنما هو في استعادة بهم على المشركين. قال أما على المسلمين البغاة البغاة اللي هم الذين يخرجون من المسلمين على الحاكم إن هل يجوز الحاكم أن يستعين بالكافرين على ضربهم وقتلهم طبعا لا يجوز. ده باتفاق الايه؟ العلماء. إلا إذا لم يجد أحد من المسلمين يعينهم عليهم. لأن البغاة هم الذين خرجوا على الإمام. الإمام الحق. فإذا لم يجد من يعينهم من المسلمين على ردهم استعان بغير المسلمين لأجل الضرورة. لا بالنسبة للاستعانة بغير المسلمين على المشركين.
السؤال الذي بعده صاحبه يقول: هل من الحديث ما يقال الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ الجواب جاء في كتاب مسائل الألباب للسفاريني، قوله: وأما ما اشتهر على الألسنة من قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحديث في المسجد، وبعضهم يزيد: المباح، الحديث المباح يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، قال: فهو كذب لا أصل له، كذب لا أصل. وللأسف تجد يعني كثير من الطلبة يكتبونه على جدران المساجد، أو بعضهم يكتب يخطب على ورقة كبيرة كده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقول: حديث شريف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جهل، والمفروض يسأل ليه؟ لأن طبعا ده موضوع لا أصل له. إن من يأكل الحسنات في الحديث الصحيح إياكم والحسد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال: يأكل الحسنات صحيح، لكن الكلام وبعض الروايات تقول الكلام المباح كمان. طب منين الكلام المباح ومنين يأكل الحسنات؟ أما الحرام يأكل إيه؟ قال: في المختصر لم يوجد، وذكره القاضي في موضوعاته كما ذكره العراقي على الإحياء إنه لا أصل له. لكن روى ابن حبان في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. سيكون في آخر الزمان قوم حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. وظاهر الحديث أن الكلام في المسجد أيا كان نوعه ممنوع، لكن المحققين من العلماء قالوا إنه يجوز في الأمور المهمة في الدين والدنيا من كل ما لا حرمة فيه ولا باطل. وقد رأى الإمام النووي جواز الحديث الخفيف، الحديث العادي القليل يعني، وإن صاحبه ضحك خفيف تبسما. ليه؟ رواه مسلم في صحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام عليه الصلاة والسلام. وقال: كانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم. يعني أن الكلام في المسجد إذا كان مباحا سواء في الدين أو في الدنيا فلا حرمة فيه، يعني بعيد عن الغيبة وبعيد عن الكذب والبهتان والأمور الذية، وإلا فهذا يكون أشد حرمة في المسجد، يعني هو حرام خارج المسجد وأشد حرمة
التي لا اسم فيه يجوز، بس بشرط الا يكسر. يعني ما يجيش جماعه يعمل مجلس كل يوم في المسجد كل يوم ويقصون ساعه او ساعتين او ثلاثه ويأخذون في الحكايات التي لا نفع منها لا في الدين ولا في الدنيا. يبقى كده هيخش في دائره اللغو. لكن الصحابه رضوا عنهم حتى وان كانوا يحكون عن قبل الجاهليه لكنه يعني كلام قليل، يعني يقول يتذكرون ما كانوا يفعلونه مثلا في الجاهليه ويضحكوا. يعني سيدنا عمر مثلا ما كانش يحكي عن نفسه، وكان الخطاب يعطيه بصدقه من العجوه ويقول له خذ معك هذا الاله يحرس لك الغنم، فكنت اذا جعت اكلت ثم اصنع غيره. فطبعا كان يضحك على يعني الامر يصير ضحك اله يتاكل ويتعامل غيره عجيب يعني. فكان يتذكرون ايه امر الجاهليه فيضحكون ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الكلام المباح الخفيف في المسجد لا شيء فيه، ده بعيد عن الدين. وفي رواية عند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما يبتسم معهم صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. إذا فالحديث الممنوع هو الباطل، الباطل أو الذي يشوش على المصلين حتى ولو كان مباحا، لأن التشويش على المصلين حرام ولو بالقرآن. قول المحيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج على الصحابة كانوا يصلون في الليل ويجهرون. تعالى من السنه الجهر في صلاه الليل. فقال عليه الصلاه والسلام: الا ان كلكم مناف ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقران. الا ان كلكم مناف ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقران. يعني الانسان هو بيصلي صوت مرتفع وفي واحد يصلي يبقى يخفض صوته، يكفي ان يسمع ايه؟ نفسه. يكفي ان يسمع نفسه. عشان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهر بالقران على المصلي. فما بالك من يجهر بالمحمول والموسيقى؟ طبعا هذا لا يصح. يعني الانسان يحذر دائما من التشويش على المصلي باي شيء. قبل ما يخش مثلا في المسجد من باب الادب يكفي المحمول، ان كان يحضر درس او هيحضر صلاه او مجلس ذكر او مجلس علم، اقل شيء يعمل صامت ويخليه يداوم. يبقى اذا حد فصل عليه يبقى قدامه ايه؟ ينور ويظهر الاسم. لكن الصوت يمنع الصوت في المسجد. هذا من باب التأدب مع المسجد. لأن في حديث الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
فقام إليه الصحابة وأرادوا أن يعاقبوه، قال دعوه، وصبوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. ثم قال للأعرابي: إن هذه المساجد لم تخلق لشيء من هذا القدر أو الكون، إنما خلقت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. إن المساجد لم تخلق لشيء من هذا القدر أو الكون، إنما خلقت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. باب الأدب، الإنسان ما يخليش المحمول يعمل في إيه؟ في المسجد صوت. لأنه يشوش على المصلي، ويشوش على العلم، ويشوش على الذكر، ويشوش على قارئ القرآن، ويشوش على من يذكر الله تعالى. ولذلك تجد الناس يتأذون حينما يسمعون نغمة محمول في المسجد. عايزين نقول يعني المسجد ده لم يخلق لهذا. لكن الكلام المباح ده كلام، الكلام ده جائز بشرط ألا يكسر وبشرط ألا يشوش على المصلين. الناس بتصلي السنة كما يحدث في بعض المساجد بين الأذان والإقامة. تجد الناس يصلون السنة، وتجد بعض المصلين، بعض الناس يعني الذين يريدون الصلاة، لم يصلوا تحية المسجد، ودخل وقعد للبعض وقعد يحكم، وأحيانا يرفعون أصواتهم ويشوشون على المصلين. أو صلوا مثلا السنة وجلسوا يعني يتكلمون بين الأذان والإقامة، لا طبعا بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد، يبقى ينبغي أن ينشغل بالدعاء، ينبغي أن يصلي السنة ركعتين أو أربع ركعات، ينبغي أن يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال المساجد. رواية ابن. قال وما الرتع؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى دي وظيفة مين؟ وظيفة من يمكس في المسجد. ويكفي قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فجعل الإعراض عن اللغو بين أعظم فريضتين: الصلاة والزكاة. يبقى أنت في المسجد تستخدم هذا الوقت الشريف وبين الأذان والإقامة، أو نقصك في المسجد أن المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي كما قال عليه الصلاة والسلام: المساجد بيوت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. والتقي حينما يدخل في المسجد يذكر الله تعالى، يذكر القرآن، يصلي، إن تحدث حديثا خفيفا لا يزيد عن 5 دقائق 10 دقائق، حديث مباح لا يستفيد ولا يكسب ولا يشوش على المسلم. هذا هو حكم الإسلام في الجلوس في المسجد. Thank you.
المفروض طبعا يعني لو في مثلا ناس تتحدث في اثناء خطبه الجمعه ما دام في رحبه المسجد يبقى لابد يجب عليها ان يجب عليها ان فالحديث الممنوع هو الواقد او الذي يشوش على المصلين او الذي يذهب بكرامه المسجد اذا تناوله جماعه في شكل حلقات كما نص عليه. يعني جماعه يقولوا ايه؟ يجيبوا الجرايد ويعملوا حلقات في المساجد ويقلبوا الجرايد يقسموها على بعض. انت تاخد الصفحه الاولى وانت الثاني واللي خلص انت الثاني ويتكلم مع الناس. يعني ليس هو هذا المكان الذي يعني تقرا فيه الجوانب. ولذلك مره مولانا الشيخ صالح قرانا في الدرس نتكلم عن حكم صلاه حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. واحد يقرأ والباقي يستمع. قال مرة منعوها من الأزهر الشريف. قالوا هي ليست من السنة. قراءتها لهم يعني. قال يسمع يقرأ والناس يسمعون. فمنعوها فوجدوا الناس الحاضرين في الأزهر عملوا حلقات واشتروا الجرائد والمجلات وقعدوا يقروا ويتكلموا. فبيشوشوا على المصلين أكثر من قال سورة الكهف. أكثر من قال سورة الكهف. بيبدأ من الساعة 10 ومستعدين من جلسة الليل لغاية الخطبة بعدين يتكلم. فاضطر العلماء يرجعوا ايه؟ قال سورة الكهف مرة أخرى من باب الكتاب أخف الضرر. وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت أن يقول الشعر في المسجد ليرد على الكافرين ما يفترونه من كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح. ولذلك لما أنشد الشعر وأنكر عليه بعض الصحابة قال لقد أنشدته شعرا وفيه من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستشهد سيدنا ابي هريره وقال له يا ابا هريره اما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لي المنبر ويقول لي قل يا حسان وروح القدس معك. لانه كان يقول الشعر بالدفاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الاسلام. كان يقول له قل وروح القدس معك. يعني انت مؤيد من الله وملهم منه. ثم يقول والذي نفسي بيده لهو اشد عليهم من نطح النبل. الشعر طبعا بالعرب يعني كانوا يعرفون ايه؟ يعرفون قدره ويخافون منه. يعني لما كان بيرد عليهم هو أشد عليهم من نطح النبي. يعني من الضرب بالسياق. الشعر شديد عليهم زي اللي بيضرب في للأسف في الإيه؟ في الأجسام. لأن الشعر يعتبر كلاما. سئل صلى الله عليه وسلم عن الشعر قال كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. تحب الشعر كما
ورد في الصحيحين. فهنا الشعر كلام مباح، كلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرعى المنبر الحسان ويرقى عليه حسان ويقوم الشعر ليرد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاسلام. وعلى ذلك فالكلام المباح غير محرم في المسجد، وكلمه المباح يعني الذي لا اثم فيه، لا اثم فيه، ولكن ينصح العلماء بان يكون في اضيق الحدود. ما يجيش واحد تاجر يقعد في المسجد وطول جلوسه في المسجد يعقد ايه؟ صفقات البيع والشراء. يقول لك طب البيع والشراء ايه؟ مباح. لا، بس البيع والشراء ده مثال، يعني نص درس. قال اذا رايتم من يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. دعاء لا اربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. دول شيئان يعني ممنوعان بنص الوحي، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن واحد يقول إيه؟ أنا راحت مني البلطة أو الوزة، همسك الميكروفون وأقول كلمتين وبس. ويدل على الخرفة ولا الوزة ولا الحمام، ممنوع. ولا حتى عي بداية برضه ينادى عليه في المسجد، وإنما يأخذ ميكروفون للبقعة، يأتي ميكروفون بسيارة ويبعد عن إيه؟ المسجد. وإذا لو نادى يقال له إيه؟ لا رده الله عليه، أو لا رده الشيطان. وكذلك التاجر اللي هو يجلس مثلا في المسجد بين الاذان والاقامه كان رايح جاي عليه، خذ فلوس هات فلوس مش عارف ايه، ويعطي صفقات وهو ايه؟ جالس في المسجد. كل ده طبعا لا يصح. المسجد هذا سوق الاخره، سوق الاخره. حاول انت تربح فيه من ايه؟ من سلع الاخره. ان الذين ياتون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تنفع ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شديد. سبحان الله. لكن اذا الشيخ لا يزال نعم بداب ولا اي حاجه، الا المساجد لم تخلق لشيء من هذا. برضه النداء على الاموال داخل في انشاء الضالة وداخل في البيع والشراء. ليه؟ لانه يعتبر انتهاك لحرمة المسجد. يعني ينادى على الاموال، ينادى على التطعيم. يعني كل يوم هتلاقي ايه؟ حاجة ينادون عليك في المسجد كل يوم لك حاجه. طبعا كده احنا فتحنا المسجد ما تسمح لنا. مش المسجد ده قدسيه. هذا بيت الله، هذا بيت الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي، حديث البخاري ومسلم، قال للاعرابي انما قالوا ان هذه المساجد لم تخلق بشيء من هذا القدر والموت، دي عشان راعي عن الحال اللي حصل. انما خلقت، شوف، انما خلقت اي بني لذكر الله والصلاه وقراءه القران. يبقى اي حاجه ثانيه ده. في حاجه ورد جنبكم مساجدكم بيعكم وشراءكم. ايوه، هو الحديث وان كان ضعيفا لكن العلماء اخذوا منه الاحكام.
الفكر هتستطيع سنده يعني، لكن معناه صحيح لأنه معبر بكل اللي قلنا احنا ويجنبكم مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم وسد سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر. المطاهر اللي هي كالرشاش اللي يخرج عليها الحذاء علشان ما حدش يخش بالطين والنجاسات في الجسم، وجمعوها في الجمع يعني بخلوها. هو الحديث سنة ضعيف لكن لأنه صحيح معقول به. لأن المسجد بإجمال بيت عبادة، بيت إيه؟ عبادة، يعني يدخله المسلم ليعبد الله تعالى فيه. المساجد بيوت المتقين، إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. دي طبعا دي صفة عمارة المساجد. لكن البيع أو الشراء أو الشراء ضالة أو نزاع أفواه العمارة لا، ده استعمال للمسجد فيما لم يبنى لأنه لا في العبادة. لكن بعض الناس يعني يقيسوا الأشياء الشرعية العقل. طب فيها إيه يعني؟ أقول فلان مات يا إخوانا والجنازة الساعة 10. يعني هو شايف إيه؟ كلمتين وبس حاجة بسيطة وخلاص. ده مش شارع، ده بيأذن؟ لا. ما ينفعش. الخفيف الذي لا يؤدي إلى تعفيش المسجد، لكن لو أكل يؤدي إلى تعفيش المسجد يبقى لا يجوز. حتى الأكل فيه بحذر، ده بالنسبة لمين؟ للمعتكف مثلا، واحد هيعتكف يبقى يأكل برضه أكل، يعني ما يبصش في المسجد. يعني يحاول ياكل اكل ما يوسخش الايه؟ فرش الجسم. ماشي، ده اصول المذاكره علم. العلم ده يعتبر ايه؟ كما نص الحديث ومذاكرته تسبيح، طلبوه عباده ومذاكرته تسبيح. بس برضه لا يؤدي الى تعفيش المسجد، يعني ما يخرجش الشارع ويجيب فلتين من الشارع ويخش بالمسجد، ما يمسكش الكلام ويكتب ذكريات على يعني حوائط المسجد وابواب المسجد، والا يتسخ المسجد. يعني برضه يذاكر لكن يحافظ على حرمه المسجد. ده يعني واقف مثلا يضحك ويعلي صوته وينادي زي ما يكون واحد في السوق، تعال يا فلان مش عارف ايه. ده بيعمل احيانا طلب يقول له اربعه في المسجد، ده يؤدي الى طمس بصائره. لا يصلح مثلا بيجيب ليك ويلزز في المسجد. هل تبع المذاكره؟ تبع التهريج، تبع التهريج. السؤال الذي بعده يقول صاحبه: كيف يكون الحسد بالعين وما هو جزاء الشخص الحسود؟ الحسد بالعين حقيقة أقر
رضي المسلمون من العلماء. وجاء فيها حديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. العين حق، يعني شيء ثابت وواقع لا يمكن. بعض الناس يقول له خف من الحسد، يقول لك يا رب ده كلام فاضي، امال ايه المليان؟ لما ده فاضي. العين حق، يعني شيء ثابت. والقران ذكر الحسد، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله. ومن شر الحسد ان تحسد، المامور بالتحصن منه. قل اعوذ برب الفلق الى قوله: ومن شر حاسد اذا حسد. كيف تقول لا لا سيبك انت من الحكايه دي؟ لا، ده الذي ينكر وجود الحسد يكفر. زي برضه واحد ينكر السحر يقول لك ده كلام فاضي. لا، ده كلام مليان. مش فاضي. السحر حقيقة موجود ومذكور في القرآن ومذكور في السنة. أنكرته كفرت، لأنه حقيقة. وفي الحديث البخاري ومسلم: إن العين لحق وإنها لتدخل الرجل القبر من جبل القدر، كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا هذا حق لا ينكر. طبعا وحكمه انه من الكبائر كما ذكرنا في الحديث: اياكم والحسد، فانه ياكل الحسنات كما تاكل النار الحرام. وحسد الانسان ما يراه حراما لانه ضار، لان الحسد معناه تمني زوال النعمه على الغير. ده تعريف الشر. الحسد تمني زوال النعمه على الغير. والعرب كانوا يقولون: الحسد حسك. الحسد حسك يعني شوك، من تعلق به هلك. الحسد حسك، من تعلق به هلك. ولازم الإسلام طبعا لا ضرر فيه ولا ضرر، ولذلك حرم الحسد. وجاء في رواية الإمام مالك أن عمرو بن ربيعة لما حسد سهل بن حنيف على جمال اسمه وكان يغتسل فأصابه اضطراب ومرض، ولما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ يعني عبد بن ربيعة رأى سهل بن حنيف كان يبتسم وكان رجلا جسيما أبيض اللون جميل المنظر، فيعني قال: يعني ما رأيت اليوم كهذا. فحسدا فانطلق في المساجد اللي حصل له ايه؟ تعب شديد. فراح شكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: علام يقتل احدكم اخاه ألا بركت؟ يعني قلت بسم الله اللهم بارك فيه ولا تضره. دي رقية ايه؟ العين. يعني اذا رايت شيئا اعجبك من مال او ولد او اهل او اي نعمه من النعم رايتها فاعجبتك،
قل ايه؟ بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك فيه ولا تضره. الصيغة دي مجموعة من عدة أحاديث اللي هي رقية، رقية العين، رقية العين. لذلك يقول الجماعة اللي بيحجوا بدل ما تكتب فلان الفلاني حتى بيت الله الحرام هو محارم في عام كذا، لا اكتب اكتب دي عشان حتى اللي يشوف بيتك وهو داخل يفتكر الرقية دي. اكتب بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك فيه ولا تضره. وكل اللي داخل بيتك يقراها تأمل انه ايه؟ محدش حسود عليه. هيكون مكتبه من العيال. والقرآن فلو استخدمت لابنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. المؤمن يعلم الذكر الكافر. المفروض تقول كده. الحديث من راى شيئا فاعجبه. فقال ما شاء الله لا قوة الا بالله لم يضره شيء. وما انعم الله على عبد نعمة في نفس او اهل او مال فقال اللهم بارك فيه ولا تضره فيرى فيه آفة دون الموت. يعني لا تصيبه آفة أبدا. فهي الكلمة دي يعني رقية العين، رقية العين. يعني تطلب براحتك وتعجب براحتك، لكن ما دام يعني ذكرت الله تعالى وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ودعوت بالبركة اللهم بارك فيه ولا ضر، يبقى كده أنت إيه؟ أمنت من العين والحسن. حاجات مهمة جدا والناس غافلة عنها. الناس الأوائل كانوا أفقه من ذلك. ساعة يلاقي ولد مع أبيه أو يلاقي واحد مع أي حاجة من مال أو أهل يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده برضه من الفقه، هذا من الفقه. يا بيت كل دليلا الجرح صار الإنسان يحصل حاجة خاصة به. أيوه الإنسان يحسد نفسه، يحسد ماله، يحسد ولده، يحسد أي شيء عنده يحسد. ليه؟ لأنه يقول ينسى الله تعالى، ينسى المنعم، ينسى المنعم. لكن حينما يذكر المنعم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يحفظه الله تعالى. لكن هو ينسى المنعم طب يعاقب. يعني هو صحابي ده. فبدل ما يقول بسم الله ما شاء الله الله قبل فيه ولا تقول نسي. وقال ما رأيت اليوم مثله. يعني مثل هذا. والقرآن ذكر عن المشركين وإن كان الذين كفروا لا يسلكونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون لا يسلكونك اي لا يسيلونك عن مكانك. لانه كان الواحد فيهم يجوع يجوع ثلاثة ايام. يلاقي عبد يطلع يلاقي واحد مثلا والله شبعان وجاي ضخم يقول ما رايت اليوم كهذا الرجل. في الحال حاجه عجيبه يعني دي يعني شيء بيخرج شعاع يخرج شعاع من عين الحاسد فيقع على المحسود فيضرب. يعني زي ما بيقول ايه؟ أشعة كيماوية، أشعة ذرية. في الحال تأثر. في الحال تأثر.
عايزين نطفي من الشعاع ده لا يقع على المحسن. فنقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك فيه ولا تضر على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بره؟ ما قلت اللهم بارك فيه بدل ما تقتل. إن الرجل العين، إن العين حق، وإنها لتبصر الرجل القمر والجمل. فمن عرف بحسبه يجب عليه العمل للتخلص منه عن طريق الإيمان بالله وحب الخير للناس والرضا بما قسم الله له. يعني هنا عليه يتمنى علاج الحسد، أن يتمنى ما مثل ما له. يقول اللهم أعطني كما أعطيته، واللهم بارك له فيما رزقته. يعني يدعو له بالبر ويتمنى أن يعطيه الله مثل ما أعطى. ولذلك ليس من علماء الغبطة. طيب في الحديث الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد يعني لا حسد محمود، يعني هو سماه حسد تجاوزا، لكن هو يسمون العلماء الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. في حديث ثاني برضه لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو يسلطه ينفقه آداء الليل وأمامها، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أمام الليل وأطراف النهار. يعني إنسان لما يرى رجلا كريما أو يرى رجلا متعبدا أو يرى رجلا حكيما في أفعاله يتمنى أن يكون مثله، اللهم اجعلني مثل فلان، أو كما أعطيت فلانا كذا فأعطني مثله. ده اللي هو الإيه؟ ده المطلوب يعني، ده المطلوب. لكن دوك الحسد المذموم اللي هو تمني زوال نعمة الله. ولذلك قالوا الذي عرف بالحسد وشهر به أن يحط عينه على أي حاجة يضرها أو يحصل لها الضرر بنظرته، بل يجب على الحاكم أن يحبسها في السجن ويجري له الرزق. يعني زي اللي محكوم عليه بسجن مؤبد طول حياته، يصرف له الفطار والغداء والعشاء حتى دقيقة. بس ده ممنوع من التعليم زي ايه؟ لازم ده زي الإشاعة السرية تقع على شيء تكلفه سلاح زي هو ما يكفي نفسه زي؟ نعم يكفي نفسه زي؟ ايوه كل ما حمل مقصود يعني ده ضرر أكبر من نفسه يكفر. لا انت خليك مكانك وانت بالعيش غايه
مش حد يفكر. ها؟ يفكر له ليه؟ لا لا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بمعوذات كثيرة. صلى الله عليه وسلم يعلمنا طبعا التحصن. قال فلما نزل المعوذتان أخذهما وترك غيرهما عليه الصلاة والسلام. ولذلك مهم جدا 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 قراءة قل هو الله أحد معهما والمعوذتين عقب كل صلاة مرة مرة وعقب الصبح والمغرب ثلاثا ثلاثا. خلي بالك لأنه كما أن هناك حسدا من الإنس هناك حسد من الجن. خلي بالك يعني الحسد شغال من جهتين. يبقى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى سيدنا عقبة بن عامر أن يقرأ هذه السور بعد كل صلاة، وقال له إنها تكفيك من كل شيء، إنها تكفيك من كل شيء، يعني كل الشرور والآثام، حتى السحر، يعني ومن شر النفاثات في العقد والسواحل، تكفيك من كل شيء. وقبل أن تنام تقرأ في يديك وتمسح على رأسك وما استطعت من جسدك كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في البخاري. كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه وقرأ فيهما قل هو الله أحد المعوذتين ومسح بهما على رأسه ووجهه وما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام. يفعل ذلك تدافعاً. قال فلما ثقل سيد عائشة على رابط حديثه قال فلما ثقل عليه المرض كنت آخذ كفيه لبركتهما وأقرأ فيهما. كان شيء كثير هذا الرسول. قال كنت آخذ كفيه وأقرأ فيهما فيمسح ما استطاع من جسمه عليه الصلاة والسلام. شفت هذه طريقة الايه؟ التحصين من الحسد. قل هو الله أحد والمعوذتين عقب كل صلاة مرة مرة وعقب الصبح والمغرب ثلاثا ثلاثا وقبل أن تنام تقرأهما في يديك وتمسح على جسمك. إذا أردت أن تأمن من جميع الآفات لا بد جسمي أنا لذا. أنت حب راح لا فيش تحديد. يعني قراءة الواحد والدين يعني بعد الخط أو أسماء بعد يعني تسبيح أو قبل التسبيح كل جائز كل جائز. قال عقب كل صلاة يعني أنت ترتبها براحتك. المهم قبل ما تخرج من المسجد او قبل ان تقوم من مكانك تكون جاي السور. جاي مهم جدا. قد يحسوك من ناحية
للأحباب الخاصين به الذين يرون أنهم لن يحسنوا. ولذلك السنة حينما يقول لك أحد الرؤية تقول له إيه؟ خيرا تلقاه أو شرا تلقاه. ذلك مولانا الشيخ صالح قصيدة يعني توسل بسورة القرآن اسمها جارية الأحزان بسورة القرآن. الشيخ يقول: فلق وناس سورتان عظيمتان تنجيان من كل هول مستقر. فلق وناس سورتان عظيمتان تنجيان من كل هول مصطفى. يعني كل هول مكتوب. ولذلك في الحديث: العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. لو كان على سبيل الفرق، على سبيل الفرق، لكن مش حاجه تسبق القدر طبعا. قدر ده شيء أزلي. ونقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا ويجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. هناك سؤال واحد يقول أو واحد يقول إنه هل يجوز يعني أن تعمل المرء كوفية يعني؟ طبعا يعني هذا الأمر فيه أحاديث كثيرة. يعني كل المرء مثلا تفتح محل يعني كوفية يعني ده شيء طبعا يعني فيه ما فيه. يعني هذا لا ينبغي للمرأة أن تعمل في مثل هذه المهنة. ليه؟ لأنه بيدخل عليها من النساء البارة والفجر. يعني ممكن واحدة تتزين لزوجها وواحدة لا تتزين لزوجها، أو تدخل عليها المؤمنة وتدخل عليها المتبرجة. فالعلماء يعني قالوا حتى في بالنسبة للثياب التي تفصل للمتبرجة لا تجوز. يعني لا يجوز للخياط أو الخياطة أن يفصل ثياب للمتبرجة، ولا يجوز له أن يبيعها لما فيه من الإعانة على المعصية. لكن مثلا امرأة مكثت في بيتها وشهرت بأنها مثلا تزين العرائس، تزين العرائس في ليلة الزفاف، فده أمر شرعي. يستأجرونها مثلا تذهب إلى البيت وتزين العروس في بيت زوجها أو في بيت أبيها مثلا. كده بهذه الطريقة لا شيء فيه، لأنها تضمن أنها تعمل في الحلال، تعمل في الحلال. لكن فتح المحل هيخليها طبعا إيه؟ ترتكب أشياء فيها محاذير شرعية، فهذا لا ينبغي، لا ينبغي. ثانياً إنه عند يعني فتح المحل المرأة أو العروس مثلاً وهي داخلة وهي خارجة، طبعاً الناس
ينظرون إليه. يعني من حينما تخرج متزينة في كل الناس مرة في الشارع يرون، لابد أن تكون الزينة فين؟ داخل المنزل، حتى تخرج من منزل أبيها إلى منزل زوجها في استتار بعيدا عن عموم الناس. فالإنسان اللي عايز يتمسك بالشرع خلاص يبقى هو مسؤول طبعا عن ايه؟ الذي عرف الحكم ولم يطبقه على نفسه يبقى ايه؟ كما ورد في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولون ما لا تفعلون، دي في مرض اسمه مرض الاستهانة، مرض الاستهانة بأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غريب بما كسب رهين. بس يعني الإنسان يتخس حتى قدوة إلا تبع الصلاة والسلام والقرآن. بس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن مفيش حد يرجع الإسلام. يعني افرض واحد مثلا من أهل العلم بيخالف الشريعة في تصرفاته مع بناته، مع أولاده، مع الناس، مع هذا ليس حكم. يقول فلان العالم أو المتعلم فعل كذا وكذا وكذا، لا خلاص، يبقى هو طبعا مسؤول عن نفسه، كل امرئ بما كسب. لكن هو موطن القوة إذا كان يعمل صالحا، إذا عمل سيئة يبقى ده يرجع يعني سوءها عليه. الأفراح في النوادي حكمها لا تصح ولا تجوز بأي حال. ليه؟ لما فيها من التدليل والإسراف واختلاط النساء